للنفس ثبات، طوبى لمن صام عن الزلات. ليس الصوم معناه الجوع بدون التوبة والرجوع. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا تي كيكليسية. في البداية بنرحب بقدس أبونا يوحنا فايز دخالي، أستاذ مادة العهد الجديد بالكلية الإكليريكية الأنبروييس. أهلا بقدسك يا أبونا، شرفتنا. أهلا بيكي وأهلا بقناة الطريق، أي قناة المسيح، لأن المسيح له المجد قال أنا هو الطريق. وأهلا بكل المشاهدين. أهلا بقدسك يا أبونا. في البداية أبونا عندنا سفر أشعياء 58 يقولون: لماذا صمنا ولم تنظر؟ ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ. هل معنى كده يا أبونا إن في صوم غير مقبول ربنا مش بيقبله مننا؟ بالطبع في أصوام مقبولة وأصوام غير مقبولة، ولكننا في البداية نقول إن هناك على جبل التجلي ظهر الثلاث صوامون العظماء، ربنا يسوع المسيح له المجد الذي صام 40 يوما و40 ليلة، وموسى النبي الذي صام 40 يوما و40 ليلة ثم عادهم مرة ثانية وصامها مرة ثانية، وإيليا النبي الذي صام 40 يوما و40 ليلة. هؤلاء الذين قهروا الجسد هم الذين استطاعوا أن الروح تقوى وتصير مليئة بالفضائل. في أخبار الأيام الثاني يوجد أيضا صوم عظيم ليهوشافاط الملك. فقصة يهوشافاط ترينا كيف أن صومه كان مقبولا، عبارة عن قصة انتصار. والعجيب أن يهوشافاط الملك لم يقود الشعب في الحرب، قد رمى قاد الشعب في الصلاة وفي الصوم وفي الاتضاع. تعالي كده نشوف، يقول الكتاب المقدس: فخاف يهوشافاط لما سمع أنه هو داخل على حرب، فجعل وجهه يطلب الرب ونادى بصوم في كل يهوذا. فوقف يهوشافاط في جماعة يهوذا وأورشليم في بيت الرب، يعني راح واجتمع مع الشعب في بيت ربنا في أورشليم، وقال: يا رب إله أبائنا، أما أنت هو الله في السماء، أنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض؟ كان صائما وقال: ووقفنا أمام هذا البيت اللي هو الكنيسة المقدسة اللي هو هيكل أورشليم، وأمامك لأن اسمك في هذا البيت، وصرخنا إليك من ضيقنا فإنك تسمع وتخلص. قدم يهوشافاط وقاد شعبه في الصوم والصلاة، ثم قادهم أيضا في الاتضاع. شوفي يقول إيه قدام ربنا: لأنه ليس فينا قوة، يعني أنا يا رب ضعيف، احنا ضعفاء، لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا. أنت يا ربي احنا تذللنا أمامك وبنصوم، وأنت يا ربي نتضع أمامك فتكون معنا وتعطينا الغلبة من عندك. قادهم أيضا في الاتكال على الله، فوقف يهوشافاط وقال: اسمعوا يا يهوذا وسكان أورشليم، آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا، آمنوا فتأمنوا، آمنوا بأنبيائه فتفلحوا. لاحظوا أن آمنوا بأنبيائه دي الشفاعة، دي أننا يبقى لنا اتجاهات ناحية الشفاعة. احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. صحيح ان يهوشافاط هذا علمنا ان الصوم المقبول هو مقرون بالصوم، بالصلاه، بالاتضاع امام الله،
بالاتكال على الله. وعلشان كده ختم القصة ويقول ايه؟ واستراحت مملكة يهوشافاط وأراحه إلهه من كل جهة. برضو في نحمية النبي، الصوم بالصوم تبنى الأسوار. في نحمية واحد كده نشوف يقول ايه، يقول جاء له من يبلغه سور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار، فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت، صمت وصليت. وعلشان كده حصل إيه أمام إله السماء؟ أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف الحافظ عهده. وهكذا يقول إيه الكتاب؟ ويعترف بخطايا، وقف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا. أدي الصوم المقبول، أدي الصوم اللي بنيت بطريقته. يعني باختصار يا سابونا، يبقى إيه الصوم المقبول بقى؟ إن الصوم المقبول في في الصوم، الصلاة، الاتضاع أمام ربنا، التسليم الحياة لربنا، التوبة، أخطأنا إليك فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا. يعني مش بس بيتوب بالنيابة عن نفسه وبالنيابة عن أسرته وعن ناسه. هو ينفع أن في حد يتوب بالنيابة عن حد؟ أمامك ولم تحفظ الوصايا. بالطبع حينما أقدم أنا توبة بالنيابة عن أسرتي، رب الأسرة، بلا شك أن ربنا إذا كان غضبان يهدأ غضبه علينا، وحينئذ يعمل في قلوبهم. وأنا اللي بصلي من أجلهم برضو لابد أن هتعامل معاهم وهأرشدهم. وهكذا بالجهاد الذي أعمله أنا وبالنعمة التي يعملها الله اللي صليت من أجلهم، يستطيع الناس أن يرجعوا ويتوبوا أيضا وتقبل أصوامهم وصلواتهم. نختم برضو بأشعية اللي هو اللي حضرتك بدأت بيها، اللي إن في أشعية وقفوا قدام ربنا وقالوا له إيه؟ لماذا صمنا ولم تنظر؟ زللنا أنفسنا ولم تلاحظ. إيه ده؟ يعني في أصوام نصومها وربنا لا يرى، في تذلل أمام ربنا وربنا لا يلاحظ. يروح ربنا يرد، ما ده احنا بنقول لربنا بنعاتبه، نقول له كده الانسان بيعاتبه، لماذا صمنا ولم تنظر، زللنا انفسنا ولم تلاحظ. جاوب ربنا، ها انكم في يوم صومكم توجدون مسرة، يعني بتصوموا لكن انتم مشغولين بالمسرات بتاعت العالم وبكل اشغالكم تسخرون، يعني مشغولين ايضا بالعمل وبالعالميات صوم ظاهري يعني. ها انكم للخصومة والنزاع تصومون، يعني في مشكلتين. المشكلة الاولانية الانشغال الكبير في العالم، والمشكلة الثانية الخطية ايضا، النزاع والخصومة. وعلشان كده لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم في العلاء. يعني ايه النزاع والخصوم يا ابونا؟ يعني لابد ان الصوم يبقى في جزء من الوقت تفرغ للعبادة امام ربنا، تفرغ للصلاة، تفرغ للحياة المقدسة، مش نبقى صايمين ومنشغلين تماما في العالم وكأننا لم نعمل شيئا غير ان احنا غيرنا طعام بطعام. ايوه، عشان كده ربنا بقى بيسأل، أمثل هذا يكون صوم الله اختاره؟ يوم يذلل الانسان فيه نفسه، يحني كالأسلة رأسه ويفرش تحته مسحا ورمادا. هل التذلل فقط هو ده الصوم؟ لا طبعا. لا بالطبع.
التذلل جزء من الصوم ممكن، وسيلة من وسائل الصوم ممكن، لكن شوف هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا؟ أليس ربنا بقى بيدي الإجابة، أليس هذا صوما أختاره؟ حل قيود الشر. يعني إذا كان الإنسان مرتبط بقيود ربطاه بالشر لازم يعمل إيه؟ يفك قيود الشر. إنسان مستعبد لخطايا معينة، كيف بقى؟ كيف يفك تلك القيود؟ فك عقود النير، التوبة، طلب النعمة، الإصرار على إني مرجعش للخطية تاني، الجهاد. لأني الحقيقة التوبة ليس معناها إن أنا أقول كلمتين لربنا، لا، يقول الكتاب المقدس لأنكم لم تجاهدوا بعض حتى الدم مقاومين ضد الخطية. يعني مقاومة الخطية دي عايزة حتى جهاد. الدم جهاد حقيقي وعنيف. أليس أن تكسر للجائع خبزك؟ شايف التعبير؟ أن تكسر للجائع خبزك، مش إنك مش إنك تديله خبز، لا، أن تكسر للجائع خبزك، مش بديله مش بديله من الفائض بالظبط، مش برميله الخبزة وخلاص، ده أنا بقعده معايا وأقعد معاه وآكل معاه. أكسر للجائع خبزي، أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ هذه إضافة الغرباء، مش الغرباء أي ناس، لا، الغرباء هم الناس المحتاجين للاستضافة فعلا، إخوة الرب. إذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك. تتغاضى عن لحمك يعني تتغاضى عن أقربائك اللي بالجسديين اللي باللحم، ولكن بعد كده برضو نقول إن الله أبونا، فكل البشرية تبقى لحمي، لأننا اشتركنا، يقول الكتاب المقدس إذ اشتركنا، اشترك البنين في الدم واللحم اشترك أيضا فيهما، ربنا اشترك معانا، كلنا أعضاء في جسد واحد، كلنا أعضاء في جسد واحد، رأسه هو السيد المسيح، رأسه هو المسيح. طب ليه يا ابونا عايزين نعرف احنا بنصوم صوم نبيتي؟ كتير بيتسألوا هذا السؤال. ليه بنصوم صوم نباتي؟ من اروع الافكار بتاعت الصوم النباتي، انت تعرفي ان الله حينما اعطانا، خلق الانسان في اليوم السادس، خلقه نباتيا وعاش الانسان نباتي وخرج من جنة عدن وهو نباتي، وهو نباتي. هاي. كانت الوصية الأولى هي الصوم، تأكل من كل الأنواع المنع، ما عدا نوع واحد في منع، ما زال ما زال تأكل من كل أنواع ما عدا النوع واحد اللي هو وحاليا ما عدا النوع الحيواني. طيب وبعد كده عاش الإنسان نباتيا، الله أعطاه ثمار الأرض لكي يأكل منها. ثم بعد ذلك جاء زمن نوح، كان الفساد قد ملأ الأرض كلها، رأى أولاد الله أو أولاد الناس، أولاد الله بنات الناس أنهن حسنات وزنوا معهم وانتشر الفساد وغضب الله، وهكذا جاء الطوفان. وبعد كده في بعد الطوفان وربنا غضبان سمح للإنسان أن يأكل الحيوانات، وأعاد الرب مرة ثانية الموضوع، وبدأنا في شعب إسرائيل لما كان الشعب تحت الإدارة المباشرة لربنا في سيناء. ماذا حدث؟ ربنا قال لهم، أعطاهم أكلا 40 سنة، المن فقط، لكنهم في الآخر اشتهوا قدور اللحم. لما أعطاهم المن ده زي كزبرة، لونها أبيض على شكل الكزبرة،
مخلوط بالعسل، يعني هذا هو طعم المن. وأكلوا المن ولكنهم للأسف تذمروا، يعني لما بقيوا تحت إدارة ربنا أكلهم أكل نباتي، تمردوا. والعجيب إن الناس تمردوا وبكوا وقالوا وقاموا بثورة ضد موسى، إنك أنت جبتنا علشان ناكل هنا النباتات وعلشان وبعدتنا عن قدور اللحم، لا رجعنا للاستعباد تاني نأكل اللحم. عجيب الإنسان، إنسان ضعيف جدا ضد شهواته، وعلشان كده ربنا في غضبه أعطاهم السلوى. ولكن لما أعطاهم السلوى، شوف طريقة ربنا لأنه غضبان، أكلوا لحوم السلوى اللي هي يعني طائر السمان، زي السمان كده. أيوة حتى خرج من أنوفهم، يعني ربنا قال لهم كلوا لحمة اللي انتوا اشتهيتوها لغاية ما تزهقوا منها، وبعد كده مات. وبعد كده حدث وباء لهم وماتت، ومات أعداد الآلاف. كبيرة جدا. أعداد كبيرة نتيجة التذمر على الله، نتيجة وقصر الرب عمر الإنسان. طبعا في من أول ما أكلوا اللحمة قصر ربنا بدأ عمر الإنسان يقصر. بدل ما كان فوق التسعمية في متوشالح بقي سن، يعني آدم كان عايش 930 سنة. بعد كده قل عمر الإنسان وكده. وهكذا استمر الأكل النباتي مع الإنسان بصفة دائمة، وعاش الإنسان يأكل النباتات. كلما لاحظي أن الوحوش التي تأكل اللحوم هي الوحوش المفترسة، أما الحيوانات التي تأكل النباتات هي حيوانات أليفة وهادئة رغم قوتها، لكن دكها مملوءة شراسة. اللهم منع الدم أيضا، وطبعاً أكل الدم. وطبعا برضو فكرة دانيال أكل القطاني اللي هو رفض أطشاب الملك. رفض أن يأكل اللحوم بتاعة الملك وخمر مشروبه، وأكل القطاني وهكذا. والأم بابولا برضو، الأم بنطنيوس طبعا كانوا نباتيين. طبعا في أمثلة كتير. بس علشان ما أخبر، يقول معلمنا بولس الرسول: أما الضعيف فيأكل بقولا، أما الضعيف. فهل معنى أما نأكل بقول نبقى ضعفاء؟ الحقيقة الحكاية دي في رسالة روميا أصحاح 14، يقول: أما الضعيف فيأكل بقولا، لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل. إيه القصة دي؟ القصة دي الحقيقة ملهاش علاقة بالصوم على الإطلاق. دي قصة في هناخد كده نقرأ بعض الأعداد علشان مفتاح هذه. شوف: الذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله. إيه القصة؟ القصة هي أني في بدء المسيحية في ناس من الأمم وثنيين صاروا مسيحيين، وفي يهود صاروا مسيحيين. اليهود كان لسه عندهم تأثر بالعادات، بفكرة اللحوم النجسة واللحوم اللي مش نجسة، الأمر اللي مش مؤثر كتير في الوثنيين. علشان كده اليهود كانوا بيتعثروا، ازاي هل نأكل مما ذبح للأوثان، هل نأكل من اللحوم النجسة، لأن عندهم أفكار إن في لحوم نجسة ولحوم مش نجسة. علشان كده بولس الرسول أدي مفتاح الفهم للآية في نفس الرسالة، طبعا في نفس الأصحاح، طبعا يقول: إني عالم ومتيقن من الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته، يعني الحيوانات اللي قيل عنها أنها نجسة
ما فيهاش نجسة في ذاتها. اللي ذبح أمام الأوثان ما هواش نجس في حد ذاته، ليس نجسا بذاته، إلا أن من يحسب نجسا فله هو نجس. يعني لو كنت أنت هتاخد ما ذبح للأوثان على أنه ليه صلة بالوثن وإن ليه بركة معينة مرتبطة بالوثن يبقى نجس، لكن لو أنت دي لحوم خلقها الله لتؤكل بشكر تبقى مش نجسة. إذن القصة ما هياش قصة الصوم وعدم الصوم، لا، ده القصة هي هل في أكل نجس وأكل مش نجس ولا لا. نحن في الأصوام لا نقول عن اللحوم أنها نجسة بدليل أن احنا بناكلها في الفطار، في الفطار. أيوة. لو كانت نجسة كنا لا نأكلها لا في الصيام ولا في الفطار. إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته. علشان كده فإن كان أخوك بسبب طعامك يحزن فلست تسلك بعد حسب المحبة. يعني أنت بقى إذا كان في واحد هيعصر من أنك أنت تأكل اللحم، إن كان أكل اللحم يعصر أخي لا أكل اللحم. إذن القصة هي قصة إن هل اللحوم دي مرتبطة بالأوثان والناس هتأخذها على إن أنا أكلت، وإذا أنا بأكرم الأوثان وباخد بركة من الأوثان، إن كان كده يبقى لازم أمتنع. أما القوي فيأكل كل شيء، يأكل اللي مذبوح للأوثان ويأكل اللي مش مذبوح للأوثان ويأكل كله. في بدء المسيحية في مجمع الرسل في أعمال 15 منع الأكل ما ذبح للأوثان. ليه؟ علشان كانت المسيحية لسه حديثة وعايزين يفصلوا الناس عن الأوثان. لكن بعد شوية قالوا إن المسيحية لما انتشرت وثبتت في أعماق النفس البشرية خلاص لا ليس الذي يدخل الفم ينجس الإنسان بل الذي يخرج من الفم. أيضا عشان كده قال كل الأشياء طاهرة لكن لا الذي لا يأكل، كل الأشياء طاهرة لكنه شر للإنسان الذي يأكل بعصرة. وعشان كده برضو في رسالة كورنثوس قال كل ما ذبح في الملحمة كلوه غير فاحصين. معلمنا بولس الرسول أيضا يقول في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان آمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لنتناولها بالشكر. لماذا المنع إذن؟ ليه نتمنع من الأكل ده في الصوم؟ قصة بقى هل كان متأثرين ببدعة معينة مثلا زي بدعة ماني أو الغنوسيين؟ الآية دي موجودة في تيموثاوس الأولى، في تيموثاوس الأولى 4. تيموثاوس الأولى 4 يقول إيه؟ في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين، في رياء أقوال كاذبة، مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله. الزواج والأكل أيوة لتتناول بالشكر. يعني في حاجتين ماشيين مع بعض والحاجتين مرتبطين بالجسد. لأني المبتدعين اللي هم بدعة ماني زي ما حضرتك أشرتي كانوا بينجسوا المادة، ومن أجل هذا كانوا بيمنعوا أطعمة وبيمنعوا الزواج، والحاجتين دول عشان مرتبطين بالمادة. فهؤلاء هراطقة. لماذا؟ لأن الزواج طاهر، ربنا قدس ومقدس، والزواج سر فكر من أسرار الكنيسة إلهي وليس فكر بشري. الله هو الذي خلق لآدم حواء، فالزواج طاهر. وهكذا كل المأكولات التي خلقها الله طاهرة.
ولكن عشان كده شوف يقول ايه، مانعين عن الزواج. طيب هل فعلا البتولية خطية زي ما مانعين عن أطعمة؟ الاثنين زي بعض. هل البتولية خطية؟ أمنا العذراء كانت بتولة، السيد المسيح له المجد عاش بتولا، ويوحنا الحبيب كان بتولا، علمنا بولس الرسول. والحقيقة علشان كده واحد من القديسين قال إن البتول عرف البتول ابن البتول. تاني يا ابونا. البتول اللي هو القديس يوحنا الحبيب. ايوه. عرف البتول اللي هو السيد المسيح له المجد ابن البتول اللي هي العزراء. امنا العذراء. ويوحنا المعمدان كان بتولا، وإيليا النبي كان بتولا، وماري بولس كان بتولا. فهل هؤلاء كلهم امتنعوا عن الزواج؟ هل كانت هذه خطية؟ هل كانت هذه هرطقة؟ بالطبع لا. ليه؟ لأنهم لما عاشوا في البتولية سموا عن الزواج وليس تنجيسا للزواج. هكذا أيضا في الصوم، نحن نمتنع عن أطعمة معينة سموا في عن الأكل الشهي لا تنجيسا للأكل الشهي، وعلشان كده بناكله في أي. بولس الرسول عرف الكلام ده بالروح ولا عرفه ازاي؟ عرف إيه؟ بالنسبة لما سيحدث في الأزمنة الأخيرة يرتد قوما. طبعا طبعا عرف هذا طبعاً بالروح. طبعا بالروح القدس، هو نبه قبل كده، قبل ما يحدث بزمن طويل بلا شك. فالروح القدس قاد ماري بولس الرسول علشان طب توجد يا ابونا في الكنيسة بتاعتنا أصوام لم ترد في ذكرها في الكتاب المقدس، مثل صوم العذراء مريم أو صوم الميلاد. هل يوجد شيء كتابي موجود بهذه الأصوام؟ من أين أتت؟ بالطبع فكرة الأصوام هي شيء كتابي، فكتير من اللي صاموا، فنحن نصوم بناء السيد المسيح له المجد صام 40 يوما و40 ليلة قبل بدء خدمته. ولما صام 40 يوم و40 ليلة تعلمنا أخيرا. تعلمنا نحن منه نحن الصوم. وهكذا نحن نصوم الصوم الكبير اللي هو الصوم الأربعيني تمثلا بالسيد المسيح له المجد. وهكذا صوم الميلاد صام موسى النبي لاستقبال كلمة الله، ونحن نصوم لاستقبال الله الكلمة، فهذا هو صوم الميلاد. وصوم الرسل، الآباء الرسل قال لهم السيد المسيح إن حين يرفع العريس حينئذ يصومون، وبعد كده صاموا فعلا بعد الصعود وحلول الروح القدس صاموا فعلا. لكن مع هذا الكتاب المقدس يعلمنا الصوم، وترك أيضا للكنيسة أن تحدد مواعيد الصوم، ودي حاجة مش غريبة. نحن نعرف أن عزر الكاهن حدد صوما في أصحاح 8 عدد 21، صام الشعب كله بأمر من عزر الكاهن. استير الملكة حددت صوما وصام الشعب كله، وأعلن مردخاي إنه لابد إن احنا نصوم، وإستير كررت هذا الصوم. وبرضو زي ما حضرتك برضو بتقولي شعب نينوى. إن شعب نينوى بأمر الملك صاموا، وفعلا صاموا صوما حقيقيا وقبل الله هذا الصوم. إذن الصوم المقبول يا ابونا اللي يقبله ربنا لابد أن يكون مصحوبا بالتوبة والتذلل والنقاء والمحبة وأيضا الصدقة. نشكر قدس جدا، نشكر أعزائنا المشاهدين، نشكركم، نشكر قدس أبونا يوحنا فايز أستاذ العهد الجديد بالكلية الإكليريكية بالأنبرويس. شكرا لحضراتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا تي إكليسيا.